الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة، يعني لم يقل الصلاة. لماذا؟ لأنه لابد أن نأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروطه وأركانه وواجباته ومكملاته، وتنتفي عنا مبطلات الصلاة. نماذ إكنجي قول إكنجي نعمتي الثامن إكنجي شرطي نماذ نماذي ذكرت مكتب أيد اليوم إقامة الصلاة نماذي ذكرت مك نعم شو نماذي ذكرت مك نماذ أقام مقتل هي أو نماذن شرطلر وار واجبلر وار سنتلر وار ونماذ بوزيان ذاتلر وار شل ذاتلن هم مثل يرني تر بوزيان ذاتلرنن تشلاب بوزيان نماذ بوزيان ذاتلرن أورنب شل ذاتلر هم مثل يرني تر مذا بنامديث نماذي ذكرديث نماذي دول ورنشته أقياث. لأنه قد يصلي في اليوم ركعتين فقط ويقول أنا صليت، نقول نعم أنت صليت لكن ما أقمت الصلاة. قد يصلي بلا وضوء، نقول صلى. قد يقول عن نفسه أنه صلى، نقول ما أقمت الصلاة. نعم مثال شو برادم إكركات نماذ قابنا من نماذ قيان نكبلية يعني بذ أيديات هو ثن نماذ قيان وأنه ثن نماذ ذكرت مدن يعني بس وقت فرض نماذ يرني يترمدن يا بول مصبيري تارث نماذ قيا أذنب أذن شبكري دوليا من نماذ قدم نيب يعني مون نماذ ذل نماذ قدم خصاب ذل.